فكت كيدك وسع سعيك وانصب جهدك يا يزيد، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. من هنا بدأت الحكاية. عاشت ايدكم ست فاطمة، ضروري اليوم تتابعوا الاستمارات التسكين كلها تجهزوها. أنا صارج قلت عاني من هاي المشكلة، صار لي 8 سنوات أعاني منها ونفس الشدة، يعني من أول سنوات نفس آخر فترة. لا تكتبون اسمكم الثلاثي وتذكرون المادة والمرحلة ومدة الامتحان، مدة ساعتين. تقييم الرسم وشعبات الزينبيات. عشد يكون بس بعد البريد الهيكلية حتى نطابق. تمام. لا شك أن المرأة تمثل قيمة حقيقية في عملية البناء، والمقصود من البناء هو بناء الأسرة، ولا شك أن الأسرة هو مشروع مهم ومقدس، سواء كان في تربية الأولاد أو في إشعار الحياة الزوجية بمزيد من السعادة. ولذا الإصرار على أن تأخذ المرأة دورها بمقدار ما رسمه الشارع المقدس. عليكم السلام ورحمة الله. بس بخصوص حكم المسافر، أنا من محافظة النجف. إذاعة الكفيل، صوت المرأة المسلمة من العتبة العباسية المقدسة. يكون هذا العمل إذا صار من هذا المستوى لا أريد به وجه الله، دخل به شنو أخواتي؟ رياء. هنا بحدائق الخدر رموز العلم والفكر، كأن العطر فواح على قارورة الستر. هنا عهد هنا وعد وقربان إلى النذر، سلام هنا يسمو وحتى مطلع الفجر. فسبحان الذي أسرى بسر سار بالجهر، فذي بنت لعباس فيا عين الوفا قري.